جماعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، شحالكم؟ هيك لاباس عليكم. شو ماسين؟ بارتاجوا هذا البث كاملين، عندنا دقائق شوي. هون شباب اتصلوا بي مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هنا اعطوكم ظروفهم في المداج مباشرة، شي ديريكت، ما هو شي ما نقول. يجازيكم بالأحسن وخيرت بكم كاملين، يحفظنا يحفظكم إن شاء الله. قالوا اتصلوا بي لهم نهار ولا اثنين، قال ما قدروا يتواصلوا معي، وبي الخلق شاكل انه لا جوقة ولا شيء، ولين تأكدت انهم فهم، قالوا انهم يختاروا وجهوا كلمتكم كاملين ونختاركم تشوفوا. ليس من رأى كمن سمع. وخرت الدحى الدحى وخرت، والله بعد الله وخرت الدحى، وخرت كبير الراجل الطيب وخرت. على كل حال، هذا الشباب اتصلوا بي من داخل الملجأ، يبقوا يعدلوا بث مباشر، يعني نطلعهم لكم الغرق، بارتاجوا البث كاملين لانهم عندهم شيء بقوته يقولوا، جزاهم الله خير. والله هم اللي انا ما نعرف شنو يشهد منام. بارتاجوا البث كاملين، وعليكم السلام ورحمة الله. راهو طلع ذوك عبد الله يعذب سموه، أنا قاعد كتمت التلفون الثاني. عبد الله يطلع معنا، طلع معنا، لا تسامعنا نجازك بالأحسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك حمادي، شطار ياك لباس، مرحبا بك متابعينا كاملين، شو مواسي ياك لباس؟ مرحبا بك بخير. ياك الخير ياك معافي. أنا ما راعي الشيخ خويا، أنت ما لقيت هناك في الملجأ. في الملجأ باع دور تشوف غوارك. ترايفي؟ يا راعي بعد. ها؟ هل راي قاعد فيه؟ هل ركوب معاه؟ هل ركوب الملاجة؟ ايه هل ركوب الملاجة؟ بداه هل ركوب الملاجة؟ شو هون؟ بالمنين باتوا فيه؟ واضح لك؟ بالمنين باتوا فيه؟ ايه كاملين، في جاليات كاملين اللي هون، واضح لك؟ شفتوا؟
ها هي شفتوا بعد شو يا قال لا خايف لا علين وخا وجهره قال في قناه والله ذاك الشيء ما دخلك عود ما يختار وش يا وخا هو شو اها اذا اللي لا هضرك اذا لا وخاط لك شو هضرك لا هضرك بين الدوشات شوف انا لان عتلك ذا كان ان شاء الله تزكي الحاضر هو شو اذا هضرك ذا اللي هون ما لك راي فيه مزت اها اها شو هذا ضارك بال ضارك بال منين يسقلون هم في لباسنا يسقلون لكم لباسكم شنو انتوا فهم يسقلون لهم يسقلون لكم هم لباس هم يسقلون لكم لباس يسقلون لباسنا والله ويجيبوا لك لباسك تام ما يقولوا شيء اسوي شنو راعي وضح لك ما شفتوا ايوه ها هو زين يعني نمشي لك لان عتاك الكوزين نعود نقول لك اذا اللي يالتهم يالت جاليتنا احنا موريتان اللي هون اذا يالت تتعدى للشباب انت لعبت الكونكت بويفي رانك بعدت عنه انا مكونكت بويفي مهومة كل بلاصة فيها لا نحن ماشي علينا السحاب وهذا بلاصة ثانية شيء هذا لك الوعد بيك لك الكوزين الكوزين لان عطوا لك الكوزين هون وجبت فيس كاتل سيرفانت كاتل شفتوا ها ها اوش هذا قلب الكوزين وهذا راك اله لزر لي لا يعني تعود عندك مشكله والله دور الدواء والله روا تجيهم هما تسوي لهم عن ذاك يقيس بيك طب والله يقيس بيك ذاك تتابع له انت ذاك الطبيب اللي رقم فكرتك انت تتابع لي نعطي لك بلو واضح لك شفتوا انا شفتوا قال حنقول لك هم قالوا لكم ما عندكم بالجوات ولا عندكم كذا وكذا ولا لكن لا شو هاي ورك هاي ورك لين وقف هون ورك لا لا لين دول لا يعطيه لي شو شوف ايه غير اوكي اوكي شفتوا اي شيء جيت الدور يعطيه له اي شيء جيت الدور يعطيه لي اسمعك انا لين نعت لك شو هاي ورك اللي لا تعرف ليش ها هاي ورك اللي لا اني تعود عندك شي بارد لا يتحمي تجي هون تحمي واضح لك واذا اللي هون يتعود يتسحم والله دور صابون والله دور شامبو والله شي تجي يعطيه لك اذا واضح لك كيف تصير بلاصارك اللي هون شفته ها ها هو زين اورك لين نقول لك اذا اللي اذا كامل ما واضح لك او زين او شنو صار بندورو نحن ذاك يلقى نحن ذاك قول لي سولني شنو قول لي يلقى للشباب انتو مارس بلان بجوات وكذا وكذا ما مو معاناتنا ما مو معاناتنا مو مراس قايتنا الحان انت عندك مشكلة في الصوت عندي مشكلة فيش رزو لا حول ولا قوة إلا بالله شباب الوطن يمشي ياك يعود مديور كي يجوك في خيمة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله نقول لك انتم دارك معاناتكم الحقيقية شنو هي قال لكم شنو هي هاي التبرعات اللي فهموا كذا وكذا وانتم بجوات ما هم عندكم بجوات خارجين بجوات هون ما لا يقول لك شي تلبسوا ولا لا يقول لك شي تاكلوا ولا لا يقول لك شي تشربوا قال لك انه لا يقول لك ذاك كذب عليك اسمع ذاك ما يقل هون هون نحن القانون تعرف شنو ها نحن قانون هون الجاليه تعود كي جاليات السنغال تعدي الجاليه السنغال كل مرجع تجي وتقبض منه 15 رقاش وتمشي تعدي يعدلوا له يعني يعبلكوا له تواقض ويعدلوا له امور بين هون تواقض ما فيهم الاخلاص تواقض كامل يكضوا يقال انت قاعد يكضوا حانك تعرف بلو واضح لك وهون واحدين يعرفوا بلو يعدلوه لك ب 500 دولار و 300 دولار شيء مو مهم شيء هو مو زاقل فيه باطل ولو باص مو زاقل فيه واضح لك ولا ما واضح لك ها يمشي واحد يقول لك اعطيني 500 ولا اعطيني 300 ولا اعطيني كذا نمشي نعبيك كيلات والله احنا ندور مهم ويتباركونا مع تواقضنا تعودوا كيف اللي يعدل الناس سوا كامله الجاليه اللي تعدل كي جاليه السنغال كي جاليه
الدول الاخرين الافارقه، واضح لك؟ ها؟ انا بعد مستغرب صراحه. انا كنت احس فرق اجي تم قاعد هون في بلده، واضح لك؟ ايه صنعت لك. يمشي مهاجر ياك يعود في بلد ثاني وتمت نجمع له التبرعات. التبرعات كل نهار نجمعهم من مرضاهم، غير انه رجاج يعود هاجر وقاسب لاصا ثاني ويدور حياه كريمه وزاقل 4 مليون ولا 5 ياك يوصل، وتم اللي تجمع له تعود تعاني بهم تتعاني بهم صراحه. معناها ان هذا اللي ينقال عن فرص العمل هم فم، وذا اللي ينقال انك اللي جاي يخلق له معناه انه موحد. او صنت اللي نقول لك زين قلت سيدي اخ دح حضرك، كي قال اخ دح حضرك ياسر من الناس وهم الناس حد كامل جاي لامريكا لا يخلق ولا يجبر ولا يجبر. اختار تقول لي اذا كانوا حق ولا شو صنع شو هون امريكا حد جاها مهنته، حد جاها مهنته راب شهاداته ما عنده مشكله، اي وقت حاضر يشتغل دار ايش يقين تعود جاي هون بلا مهنه تصنت لي جاي هون بلا مهنه وعندك المهن بلا. سامعني ضاك؟ سامعني صوتي تقطع. الو صوتي تقطع. نحن مشكلتنا ماشي علينا السحاب من البارح الى ضارك، من زاد ماشي علينا. سامعني ضارك؟ والله سيف يتقطع. او خلاص انقربوا يا اخوان من بوات ويفي كان ضارك. سامعني انتم؟ هو سامعينه؟ انا سامعني ولا ماك سامعيني؟ ينعدوا هم سامعينك، معناه ان المشكله من عندي انا. قالك او مسموع ولا مو مسموع؟ سامعينك انت، سامعينك مشكله لا من عندي انا. واتكلم او زين قلت لك يعودوا كيف الجاليات اللي هون واحدين منهم يجوا ويقبضوا 15 رقاش من كل ملجا ويمشوا به يعذروا له تواطي ونعتوا له منين يقيس ونعتوا له منين ياخذ، يعني يعذروا له تواطي واجراءاته وهو فم كافيه راسه. عندك من رقاش جاي من عند موريتان وخاوذ من الدول كامله ومن العصابات كامل، لكن يجون انت تنطاه يطلب به ذاك والله يطلب به ذاك والله يطلب به ذاك. ما هو منطقي. إذا ما هون حد يقبلوا الراس وقع، ما هون حد شاب هون في نيويورك قابلوا الشباب كان ملاجع ما هم قابلين حد سابق يطلب بالناس والله يعدل بيش ياتو يتكلم معاها ويسوي لها يقول لها يريد دور. هون كل حد يدور روايه بسيطه لا طريقه تعديل تواغط، ما هو مبجوات ولا وكيل ولا شراب ولا هذا، ما هون حد قال له ولا هون حد يدوره. سمعت؟ وذي تقول انت كما قلت انت مولك بوي تقول حد ماشي الشباب المهم كيف تكون انتم شفناهم يرقدوا في الشارع على التواغط، شو اخبارهم شنو؟ ما ترى ذيك ما تاس خالق الشارع ما ترى خالق. الشارع ما تلقى في حد. شارع ما تلقى في حد، شارع ما تلقى في حد، ذاك شيء قديم غير ضارك ما ترى خالق. سمعت؟ الشارع ضارك ما تلقى بعد في حد. تصنت لي؟ اها. وحد عندك منه جاي من موريتان، ذي اللي هون انت قلت لنا احنا جايين من موريتان ياكنا نهيشون جابرين هون، احنا كنا جابرين في وطننا، لا جابرين هون، ذي المرجع اللي هون، لكن جابرين في وطننا ما نحكوا عنه. قال موريتان ما مشينا عنها نفتنا نحن قنطنا من ذاك الفيل ونعرف المولي ذاك الفيل لا يزداد ما 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 فاهم نقصان ما تلا خاق لا ماشي ينزاد. سمعت؟ ونحن ذا ماشيين واعدين ان شاء الله يوم ما دون نوصلوا له، يقال نوصلوا له بطريقه ما يتم حد يهمش. نحن عندنا الاهالي وعندنا اخوات وعندنا امات وعندنا قوت، لا حد يسمع اهل كذا واقع لهم كذا واقع لهم، لا يقوم هو ويتلفن هون ويتلفن الى فاهم معناه حد لا يقول روايه والله يكتب روايه. ثم انا قلت لك تلفنوا لك انك تبع تلفنوا الشارع وانك بلاهم تلفن لي خويا اكبر مني، قلت لك تلفن لي خويا اكبر مني يسوني. سمعت؟ وانا شفت سيجي ولك ماش كاتبها تلفن لي خويا، قلت له ذاك قالوا لك ما هو خارج عدل معايا ابل فيديو دوني منها قبيل معدلين معايا ابل فيديو نعدت لهم ظروفي نعدت لهم حوالي ما عندي مشكله. واضح لك؟ ما عندي اي مشكله. وهون شم الشباب حد عندهم مشاكل؟ هذوك الشباب جايين عندهم مشاكل ولا جبروا فرص عمل، هذوك الشباب اللي منهم بلا مهنه ما عنده مهنه جاي يدور وقاف بوتشيك والله جاي يعود استوران والله ذاك. واضح لك؟ من هون كل حد لا يقبل استوران، كل حد مصري لا يقبل مصري، وحد يمني لا يقبل يمني، وحد هذا لا يقبل اكيد. حد صاب مهنته ما عنده اي مشكله لا يمشي، ولكن هم اللي ورثوه قد يمشي قاع ما يراه قد يمشي يراه، ولا لا رزاق.
هذا حلال. معناه ما هون حد لا يمشي من عند موريتان جاي لهون ذي البلاصه ويقول لهم بجي والله يقل روايه، غير انا اللي قلت لك انا ما بتوصلت بفكرتي. انا ندور الشباب اللي هون الجاليه اللي هون تقبل منها تم كل 15 منها تمشي بها، لا تابليكي لا تابليكي لا ترى شنو؟ لا لا يقبضوا ملفك ويقبضوا قسطك ويمشوا بها ويابليكوا لك ويبدا وقاتك تحسب. هون وحدين انا نتكلم معاك ماشيين بيه هلال الاحمر هم اللي معبلكيني هلال الاحمر سمعت. وهون وحدين كيف انا معدل هذا بنفس الطريقه. نحن ندور لا وهو بجوات ما ندورهم ولا ندور جيجتات ولا ندور شيء. حد لا يعطي فضل والله يعطيها الراس ويدوله. نحن ندور لا رجال جناعه لنا الطريقه نعدل بها التواغط روايه اخرى ما ندور. هو مطالب نحن بعدهم سمعت. هذا هو مطالب نحن هون واضح لك. ما هو ذي المطالب الاخرين بجوات وجيجتات وذا جزاهم الله بخير. من يعد واحد منهم من يجي يقبل 15 ملف ويطرحوا يعبليكيهم يختاروها عن 100,000 جيجت سمعت. ويختاروا قلت لك الناس هون كله يخلص 500 و 300 و 400 على مود شيء ما هو مهم. لا رقا جعره في الطريق لا يقوم ماشي ويجي عملك ما في طاقة تعدل بالفضاء. لا يجي يطرح ملفك ويجي سمعت تعدل لنا ب 500 وتعدل لنا ب 300 احنا جايين هون وحدين بعد عاد يشتغلوا وحدين عاد يشتغلوا سمعت. وراعيهم هون وحدين هون يشتغلوا ساكنين هون ما عندهم مشكله يطلعوا وينقزوا سمعت. حياتهم حيوانهم هون ما يقد حد يمسوا امورهم كامله طيبه. وهون وحدين ما بات عاد يشتغلوا وهون وحدين قاع واحدين فيه لا رقاد ما يوعوا وفي الليل بات يكونكتوا. واضح لك ناس تفرقس كله عاد ولي واحد فيه. واضح لك والله الا واضح لي. معنى انك انت دارك رسالتك شنو هي للجاليه قلت لنا اللي قلت لنا تمشي رسالتي انا للجاليه الموريتانيه جزاهم الله بخير. لا ندورهم كل ما جاء يجي يقبوا منه 15 رقاش كل ما تعدل جاليه السنغال ويمشوا به يعدلوا لهم تواقطهم والله يعدلوا لهم. والله ذوك ما عندهم مهن يعرفوا لهم بعد شيء الناس قال عندهم مهن ما عندهم مشكله. والله ذوك ما عندهم مهن ثم يقبوا منهم 15 ويطلبوا بهم لا يتعدل الجاليه اللي هون يقبوا 15 رقاش فاهم. يقول لك تخصصك شنو يقول يكتبوا يمشوا يطلبوا لك يجبروا لك لا يجي ديك 15 يمشوا بها ديك 15 انت تستفاد دور تكري منها خمسه في بلاصه ويكري منها خمسه في بلاصه. لا هو طالبين منهم لا والله زاد تعداد نعتنا الطريقه اللي يعدل بها التواغط وجزاهم الله بخير. طريقه اخرى ما ندورهم اللي هم بعد الناس كامل جاي يجدد مطالبه لا الطريقه اللي يعدل بها التواغط حد يدور يعبليكي جزاهم الله بخير. اخويا الى عبد كل شيء قلنا لك لابد ما تخلصوا حق لا شيء ما تخلصوا الصبح ما تخلصوا السكن ما تخلصوا وفي عندك عندك الباس ساكن قال لك مبجوات عندك يقد يعودوا فم واحدين ثاني مسكين قافلين في التبرعات ما عندهم شيء مجهد. لا قدس شو ذاك القدس ذاك القدس قرانه للمرجع ما هو اول مرجع كنت فيه انا ممشي له من مرجع اخر سمعت. لكن عن جوب كان امريك ما قد قصته ولا نعرفه غير ذي الخلق اللي نعتنه وصور في الشارع تاكي ما عندهم بجو ما هو خالق. لو كانوا خالقين باقي الله ما سراوا خالقين كانوا خالقين يقار وفروا عقبوا الملاجع انزادوا. واضح لك هون مرجع واحد كل مرجع ما شاء الله ترى فيه 4,000 و 3,000 رقاش كانوا خالقين. حتى ما نقدر نقول لك انهم كانوا خالقين باقي يقار ما سراوا خالقين الله كلهم قبلوا وعدل لهم اجراءاتهم وكام لا تات عندهم مشكله. سمعت نحن بدل من نطلب الهلال الاحمر ونطلب ولاه ونطلب ولاه الجاليه الموريتانيه اللي توفر لنا لا رقاشين والله ثلاثه يتم يعدلون هذه الشغله جزاهم الله بخير يعودوا بعد ما خارج شي ما عدلوا. الله وضح لك راجعين عندهم ملاعب ونختار نقول شوي سابق نوخه نختار نقول لك شوي سابق نوخه والله والله انا خسرت ماذا تشحالك حتى الله يجازيك الله مرحبا بك سير او مرحبا بك سير يا ولدي. الو مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سير انت قلت عندك شنو التفاصيل اللي تقولوا. الو ها قلت لي عندك شنو اللي تقولوا. والله محمد سمعتك صورتك لك عن قضية الشباب اللي هم بالشوارع
ايه والله 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 مش تحمد الشوارع هون فيهم لا حد فيك من المخدرات وياك ما قد سجل ما قد الامريكيين سيطروا عليه قاع فهمتوا طبعا على الشباب مرتاني للاسف في واحدين هون في الشارع في غدا معدين ولا روس فهمتوا وقضيت التبرعات الو ايه سنترا هاي لاش هاي لا لعبه سياسيه والجاليه ما يواصل فيها اللي هو نسبه 98 منه في الملاجئ فهمت والملاجئ موفرين جميع الحاجيات شوف للموفرين وما موفرين الملاجئ هون ما موفرينه اولاد العم لاولاد عمه اللي ساكنين معاهم شو الملاجئ يحلقوا الروس للاجئين الملاجئ يصبلوا اللباس للاجئين الملاجئ للمعدلين هون ما يقدوا العم يعدلوا بالعم هاي حمد هما حق هين صنعت لك انا ما نبغي نقاطعك انا سامعك واصل خويا اللي انت اللي تقول وتو انا باغي ترتاك تعود على درايه منه نبغى الراي العام الموريتاني ولا يعود على درايه منه حنقول لك معنا 90% تتكلم عن اليسار مجرد لعبه سياسيه ما خالق منها شيء الشباب الموريتانيين هون في احسن حال اذا فهمتوا نسبه 70% منهم تشتغل وهم شباب طبعا ما يشتغلوا يا غير دور يشتغلوا كامل لا مسألة حظ ومسألة وقت هو ما جا في حد عنده شهادة واشتغل ناس جات هون بلا شهادات اشتغلت فهمتوا وجات هون بشهادات واشتغلت في باتيك وعاد تعدى الدلي وتعدى الياسم من الأعمال هون اللي مدر للدخل والله يفرج علي وعليكم راني موجه لك تحيه وموجه للشاب اللي كان طالع معايا سابقا كذرك به اللي طلع لي وقال لي انه يبغي يتكلم ضروري قلت له ياك الله خير قال لي انا في الملجأ ونختار نوجه رساله للراي العام يشهد مولانا اني ما نعرفه يشهد مولانا اني ما نعرفك حتى انك ما لك من اصدقائي وما فيكم حد قد طلعت معه حق بين يدي الله كتبت لي دارك اني نطلعك وهو طلبني اني نطلعه ووجهته هذه الرساله للراي العام هو كنت يلا نطلعوا به طلبني وبحرت شكيت انه ما ريض بي اللي تاثروا بي واحدين راهم عندهم مشاكل في المكسيك والله في اش الثاني يقولوا لهاش كرا شبو كرو كرو والله شفاش الروايه الثانيه اللي هو انا يعني ما نعرف اسمه هو طلع لي هو شكيت ان عندك الامور قالوا دور اقولهم مسولوا عن حاله الناس شاك انهم الناس اللي في الشارع قال لي انا ساكن في الملجأ ولا نعتوا لك وقال لي الشارع نفس اللي قلت لك انت قال لي ذي الخلق ياسر منه في الشارع الله المخدرات لكم المخدرات الخمور اللي امريك من راسها قاع ما قادر تسيطر عليها فهمتوا ما انا عن هون ما في حد في الشارع ما هو حد يبقي هو الراس يقعد في الشارع انا زدان طالع ولا اخترت تشوف هاي السنه حرة هي ليش شفتك يعني مستضاف ذاك الاخ طارق ما نصاب يا شبونا انا اخترت تشوف مرحبا بك سيدي اي والله جزاك الله جزاك الله يحفظنا يحفظكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يحفظنا يحفظكم يحفظ شبابنا ان شاء الله باللي منين قاس يجعلوا فيه خير اللي منه قعد هون يجعلوا فيه خير واللي هاجر يجعلوا فيه خير يقار من الامور اللي مؤسفة انك تشوف الشباب مهاجر نحو المجهول صراحة من الامور المكدرة والله ينقال لهم من حد جفا لا يعود وزير والله لا يعود كذا والناس اللي كلها هون يوا على ثالثة الدحميس ولا قد حد يوعيه ما مزمز الهجرة ما تصلح له الهجرة صعيبة وقرار صعيب أحمد مقية وخيرت بيك عندي شي لها نقول كلمة أنا هذا ضرك طلعت كنت فاتح لا شخص واحد وعقب طلعت واحد ثاني حد في أمريكا ضرك ويبقي وجه رسالة من قلب الحدث مرحبا بهم طلعوهم معانا حد هون ما أنا مطلعينه ما في شي خاسر يلعت خويا فهم ضرك لا تنقل معاناة ولا توجه رسالة لين طلعوك عود رجاش نعرف البلاصة اللي هو فيه اللي تعود مالك فهم اكتب لنا تو في التعليقات اكتب
اكتب لي خويا في التعليقات كانك فهم ولا هم. انا في امريكا. اوكي تفضل بعد مقيم وخرت. تفضل شنو السلام عليكم. السلام عليكم أحمد. أحمد الصوت صوت ما هو عندي. أنت مالك سامعني وأنا ماني سامعك. أنت مالك سامعني. صوت ما هو عندك. المقية صوت عندك. انتم شباب انتم سامعيني انا اكتبوا لي في التعليقات كاني انا سامعيني. انا عندي الصوت انا عندي الصوت. انا عندي الصوت والله ما هو عندي. صوت صوت خالد. أنا المشكلة من عنده هو. حنطلعه مرة ثانية نشوف. السلام سامعني. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعك بعد دارك سامعك. واخير تشوف يا مرحبا. يا مرحبا واخير. افتح كم تنعت لنا بلاصه فيها؟ انا بلاصه يقولوا لي السياتل. هو افتح لنا كم نعود ونراعوا فيها؟ انا قاعد تلفونات مشكلتك انا ما من الناس جاك. حان حان. شوف حان نقطع وتلفوني مره ثانيه كان نفتح كاميرا. جيبوا بعد كاع نحن تزقنينا في امريكا بعد كاع ما مخسرش داير في نحن اللي نزقنوا في امريكا. السلام سلام عليكم. عليكم السلام. سامعك بعد بخير تعبت فاس. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا بخير. شفت لا نبقى نعلق على اخوتي في نيويورك. انا كنت قاعد في نيويورك. كنت نال اخوان راح يدقق لي في البيت عادي. انت مالك ملجا؟ ماني ملجا. ماني ملجا قال نبقى ننسى اخوتي. انا جيت نيويورك ما عندي بولا. اسمع اسمعت قست بلاصه يقولوا لي سياتل ما منعت هذه حد قطعت بي الراس راعين الحمد لله نشتغل ما عندي اي مشكلة. سمعت والملاجئ كامل يعرفون هر. وحد قال لك عن موريتان فاصل هم واحدين هاو ينقلوا الفلان وهاو الموريتانيين خصوصا قاعد ينقلوا الفلان مسيكين ما فاهم شيء فاصلني وين سمعت والمبادرة معدل سيجيك ماشي انا ما اشوف هم الموريتانيين يقال ما هم وهم من روس معدلين هالروس عادوا جابرين كلمات الزير وجابرين كونكسيون وكله تاكي اسمع انا ناصح بالناس شو مستعد مستعد حد كامل شو مستعد انا حد كامل يقطع بي شوري حتى نضمن لوان رواية نضمن هالوان خالق هنا شو بيتي ما قد سكنوا فيه بيه هنا فوق اثنين يصعب يقال نضمن له خالق المنظمة هنا ترفض 40 راجل حد كان طلع لي أنا يجيني اسمع نعته في المنظمة يقعد فيها لين جبال له شغلة ما عنده نضمن هذا أنا قطعا حد كان يبقى يطلع يجي سياتة بلاس يقول سياتة واشنطن سياتة يا خالق واشنطن دي سي واشنطن سياتة ورقم يدون يكتبوا لك حاله للدقيقه. قال الناس برضه تمشي
تفتخر معاه. ما يجازيك ما يجازيك ما يجازيك. كم في امريكا؟ ها؟ تلك كم في امريكا؟ لي 5 أشهر في امريكا. الله عليه يعط لك بعد بعد حمار الرجال لك 5 أشهر ورايك لا تخل خلط الرجال ولا يتشقل الرجال الله بيك ما حرك والله. هو واحدين قاعد هم 30 سنه متبرئين من الناس. ما هو قاعد نقول لك شفت انا ما نبغي روايه يكون نبغى الخوي يسوى الصاعديه الكوري يسوى علي الحرطان يسوى علي البيضان سمعته قال ذي الظروف فرص حد فرص حد يعود ما يعود نعيش يا جماعه موريتانيا ظروف وكل حد يقول انا شفت شي موريتانيا شي هو ما ولا ثاني نسوي لك الناس ما يعرف شغل تلباتش يقول الشغل العضلي ولا يقدر يتصل ولا يقدر يعدل شيء لكن نوع تصلح له امريكا اصلا ما تصلح له امريكا يعني قال بعد يجيني ما عنده مشكله الله لا يعطيك الله لا يقدرك عنه ان شاء الله الله يعملني انت معنا امريكا اه والمقيمين يا خير شفت انا بعد نصحها لاخوتي نصحها لاخوتي انا يخلوا عنهم قالوا فيسبوك وواتساب يتموا اهاليهم عاطينهم احسن رجاج يحسن يعطي ظروف ظروف الشخصيه عارف طعني ما قد طلعت على التواصل هذا ولا يعرفني حد ولا انا اعرف حد دحى ذا اللي قلت ما فهمت وطلع شيء يقول لنا كلمه دحى يقول لك لا لا قال في البث والله الشيء ذاك دحى يقول لك عني انا كنت شرط انا كنت شرطي معني جاح دراسي كنت نشتغل من تونسي اسمع انت تبارك انت شرطي والله كنت في قطاع الشرطة والله ولاني جاه دراسة يعني ما أعرف حد فيها شيء خاسر ما أعرف حد فيها كلمة خاسرة أنا أكتب لي إذا ما يلا يطلع في البث والله ما يلا ينقال في البث والله ما ينقال الناس بيها تصفى هو إذا ما قاع مسكان له ما عنده علاقة بذل لا قال إذا ما فهمت أنا تمعنى أنا كنت في الشرطة أصلا أنا كنت شرطي سوات ولا يعرف حد فيه شيء خاص حد يعرفني انا ما يعرف فيه شيء خاص وقطع عني شرطه ماني شايف عليه شيء خاص يا قال هو لا كله وحياته سمعت لا جاز لا على بعد يشوفني حد هنا شيء كاني واحد من السياسه ماني واحد من السياسه ولاني قال كلمه خاصه الرئيس ولا فطان والفويز ما بين معهم مشكله وين المشكله هاي اخوتنا قاعدين في نيويورك معدين روز شو انا عندي اصحاب كلهم في التجبرت له شغله لا هو موينته البلقه تعرف رجاج مبلوك وقعد هذه امريك فرصه عليك تحك جله فرصه عليك تشتغل فرصه عليك تعود بواسون الشغله هو معرب حد قال لك عن شغله هو قال لك النهايه قال لك ان ذي يضرك انت خصوص ملف اللجوء انك اللجوء قطاع شو لجوء انا لجوء يا اخي شو نيويورك يوم 18 اكتوبر فرصه لي اعود في نيويورك ذاك ينقطع بي ما امريك ما تقدر تكردك انا لجوي في نيويورك ومحاميه نقبوا في نيويورك بركو انت الفله نقول لهم مشوا لي فلس اطرح لجوي لجواك تطرحوا لا راسك ها والله يجازيك ان شاء الله الله يجازيك ويجازيكم كاملين كشباب يفرج علي وعليكم يسر اموركم يعاونكم تجوا لبلدكم ملاني من فضل امين ان شاء الله ما عاد اي مشكله ما عاد اي حاجه وانا بعد انا بعد شخصيا مركتش من الحبس قال لي قيم قايس امريكا شت الراجل طالع الفوق قال له دحى وصل ملفي الخارجية الامريكية وكان قد يمشيني هو وجماعة معاه ما رصفت حظ وقطعني قلت لهم يعرف الدحى اني انا ماني ماشي واضح مقتنع بني نقعد هون طال الزمن ما طال قناعة عندي كشخص الزمن ما نعرف بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا حسب تجربة الاجبار حد قال سامري فرصة عود عن ومن اللي الناس بيها البلقة الواحد ونده يجي عود ما يعرف العربية قاعد الدنيا الله صحيح شو انا الدحى هذا كامل الاشخاص اللي مشيني ماني مرة الصفحة ماشي بفيستي راعي يكتبه في التعليقات هذا شاب متعدد من اهل الخير واضح هو اللي ملف يوصله لوزارة الخارجية الامريكية مو موريتانية ياركم عود يعرفوا رواية موريتانيا نحن ما تري فاهمين شيء وحدين يعيطوا امريكا لا يجي السحد وحدين قالوا انهم في الشارع واحدين يجيبوا لهم التبرعات واحدين كلاو ولا ما تنقع ابن قاعد لا ندور سلامته اللي فهم قاع ما لهم ما تو ماشي شو
انا اتكلم لك عن شلون اتكلم لك عن راسي. نيويورك فيها المحتاج، فيها الهلان كلهم ما يعرف الحسانيه تقال له شو، الانجليزيه ما تعرف تقول له ايش حالك، فوت لك 7000 يعرف يعود يعرف مسكين لاب ولا سمعته حتى عنهم قاعد فضاحة عادوا يجمعوا بوش لباش من بدية سمعته. اي والله يجازيك ان شاء الله بالاحسن، يجازيكم كاملين بالاحسن، خيرت بيك وحفظت الشباب كامل طلع لك، حتى كامل طلع لك مستعد راهو مستعد يعود هو الراس ويعرف عن يعود حمار رجال يجي بلاص يقولوا سيات واشنطن سياتو رغم ذوك هو عندك راك سمعتوا الله الا مستعد لو كل حد لا يمشي رقمه في العام ولو كل حد لا يقول مستعد 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 نعطيهم منظمه ما نمسكهم معايا نعطيهم منظمه ويقال عود حمار رجال يعرف عن الشغله هون لا المطاعم الباتي ينساهم لا نيويورك اسمعتوا الله يجازيك الله يجازيك هو خبرته حسب هو اللي رجال ما يقدر يعود ما يعرف الانجليزيه ويجي المده تشغله تعود عاطيته 12 ولا 14 الساعه وتلهم يوم بلاك فيه هي حياه اللي عندك لا حد يسيس معاه بالشور اسمعت 12 للساعه عشان هنا ما فهم هنا هنا يعطوك 14 الساعة 14 دولار الساعة الواحدة ساعة واحدة سمعت تعود ما تعرف الشغل تتعلم يعطوك 12 الساعة وهنا واحدين يشتغلوا كدوا بوه نيويورك يشتغلوا فيها واحدين كدوا يشتغلوا 200 دولار أنا قام 200 دولار أقول لك عني حياتي جبرت كدوا ونشتغل كدوا ما نشتغل به قال 200 دولار كم ل 24 ساعة؟ مع 24 سبع أيام غير ساعه سبع أيام 200 دولار الله العظيم كريم الحاسب رقم اللي نيويورك فيها واحدين يشتغلوا سبع أيام 200 دولار 200 دولار افتعنا ما يسبون هنا شيء صقع لين نقول لكم أنا رواية ثانية قاعد شبه من ذاك حتى كامل عنده 3 ملايين ولا 4 عليه هاج ريجينيا يعني نعدل له تباقته ورصه في حاطين قالوا تيك توك مباشرة قاعد تم يجبرها في 5 دقائق لا توفى جورة 5 دقائق دور يجبرها داخل سيدي الكونت سيدي شفت سيدي ويحيى ولو شوف 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 لا. شوف لا تظهر بأشخاص لا تركز لي على أشخاص هذا بث عفوي يشهد مولانا أني ماني مستهدف بحد ولا بينش مع حد ياك ما ينقالني كيا والله أني موجه رسالة لوحدي اللي يبقى عدل شي عدلوا نحن طلعناكم وانتم قلتوا ياك اللي تبقوا تقولوا حرية التعبير ويحفظ انا مساتون بسالي لاخوتي هم واحدين محتاجين هذا الشيء على مولانا هم واحدين محتاجين هم واحدين محتاجين ما هم فاهمينشيتو ترى حد صقل كنا نختاروا الدح هذا كرجاج عنده الحمد لله اتواق و 15 ولا 20 سنه فهم او كيف الناس ياسر من الزمن كنا نختاروه يطلع معنا قرق انه ما يقلب بالشر شفت انا امريكا لكن البدايه صعبه هذا كامل يتجاوزوا حد البدايه صعبه كيف يقال فرس يعود حد حمار رجال ويطلع شو هي امريكا هي اكبر دوله في العالم وكل ولايه قد موريتان 7000 مره معناه انه يقطع بتويتر ما جيتو يعطي الراس هو بما انه اعطى الراس المكسيك وذوك خلوات يعطي الراس تعود عندي صاحب شاب زوين نهار فايت كان طالع معايا قال لي بارك لي هو كان كويزينيه مع واحدين ما هو كويزينيه تو يشتغل معاهم في مطعم فهم قال لي بارك لي قلت له انت راك رايت شغله زينه قال لي انا اتمشى له قلت له اتمشى له شنو قال لي يا بوي لا جيتون عتنا في كركر عيط في كل شيء هم في كل شيء حد يدور الفضاء يعرف عنهم في كل شيء فيهم انت تقدر تشتغل مطعم تشتغل مشتري تشتغل حتى قاعد عندك تشتري تبوات الراس تم تعدل اوبر هاي قالوا اوبر دردش اسم مالك جمل حد سبه واحده يا غير فرصه عيد تعدل راسك وتحصل فضاء وتمشي تعود حمار رجال اسمع والناس والله احفظ الناس رعايه هنا يسر اموركم ان شاء الله يقضي حوائجكم الله يجازيك ان شاء الله الله يجازيك ان شاء الله قضيت الملاجئ نقول لك انا عن حد انسان حاسبوه حاسمه ما يصور ذو الملاجئ بيه واحد اللي تشوفه والدتك ولا والدك حقيقة ما تلالو شديد الله يلا رجع يعود لا صبر هو الراجل الحبس ليش القرب هي اخي حقيقي
اي والله يجازيك الله يجازيك الله يجازيك ان شاء الله. عندك هو الجماعه الله يحفظكم ان شاء الله، يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله، يحفظ جميع المسلمين. رد عليكم مننا ان شاء الله. الوعر لا تيك توك والتكبيس الله يحفظنا ويحفظكم. رد عليكم مننا ان شاء الله. كنا خير واحدين هون لا يطلعوا معنا غير عندهم ظروف ما قدروا يطلعوا هون. طفل ثاني ما دي كان عنده مشاركه ولا شفته تخلى في قطعه. المهم راني ماني موصيكم على التكبيس، تم كبسوا في الفيسبوك. الله يحفظكم ان شاء الله. ناس ما تدري تضحك. شرطي طيب ومسقم نعرفه انا. الله يجازي هذا الشهد له بياسر مش زين. الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله طول عمركم.